ما معنى ملك اليمين؟ ملك اليمين معروف، إذا قاتل المسلمين الكفار وقتلوا رجالهم من محاسن الإسلام ألا تقضي على النساء ولا على الذراري، فيؤخذون ملكا للمسلمين ويقسمهم القائد أو الحاكم على المسلمين، ويستمتع الرجل بهذه المرأة كما يستمتع بزوجته، لكن هي ليست زوجة، ليست لها حقوق الزوجة. ثم إذا أنجبت منه يقال عنها أم ولد، لو مات عنها لا تورث. وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالإحسان إليه، إلى المماليك هؤلاء، والإحسان إليهم من أعظم القربات. فتجب على الرجل نفقة واجبة قبل أولاده أن ينفق على مملوكته. وكذلك رغب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتقها ويتزوجها فيجعل لها حقوق الزوجة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أعتق ميمونة وجعل عتقها صداقها وتزوجها. كذلك يشرع أن يتقرب العبد إلى الله بالعتق بلا مناسبة، وكذلك يعتق عندما يكون على كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة وطء في نهار رمضان أو كفارة قتل خطأ. فهذا من محاسن الإسلام. البعض هرب عن هذه الحقيقة وقال ليس في الإسلام ملك يمين، وهذا باطل. كيف ليس في الإسلام ملك يمين وهو مذكور في القرآن؟ الله يقول والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم. وهذا يعني كثير من الناس يتملص منه وينحرج أن يبين أن الإسلام فيه رق، والإسلام فيه رق، وهذا من محاسن الإسلام. كنت في أمريكا بعض أحد المحاضرات، وأكثر الأمريكان المسلمون أكثرهم من أصحاب البشرة السمراء أو السوداء، فجبنا موضوع هذا. بعد ما انتهيت الواحد قال تعال الحق شوف الحضور أكثرهم، شلون تقول كذا؟ قلت لا بالعكس، هذا دين الله عز وجل. استأنفنا الدرس فتكلمت، قلت هذا أمر من محاسن الإسلام وفيه كذا كما بينت لكم، لكن انظر إلى الكفار يأتون إلى قنبلة ذرية فينزلون على إيش؟ على مدينة كبرى فيها كم؟ فيها عشرات الآلاف، صح؟ فلا يتركون رجلا ولا امرأة ولا طفلا ولا حيوانا ولا شجرة، ومع ذلك ما يستحوا من هذا المبدأ، يقضون على الأخضر واليابس على جميع الأحياء. بينما من محاسن الإسلام لو قتلت الرجال المقاتلين ما تقتل أي كافر، ما تقتل إلا إيش؟ قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم، تقتل فقط المقاتلين. فلا يجوز قتل امرأة ولا طفل ولا شيخ في صومعته، ولا تقطع الشجرة بلا حاجة، هذا من محاسن الإسلام. طيب لو انتصر المسلمون وقتلوا الكفار، ها أخذوا نساءهم وأحسنوا إليهم، وتجب النفقة على المملوكة وعلى الطفل وجوبا، يسأل يوم القيامة لو لم ينفق. بل أن الإنسان لو اتخذ حيوانا وحبسه ولم يطعمه لا حسب على ذلك. وفي صحيح البخاري دخلت امرأة النار في هرة. فالإحسان إلى العباد خير من إبادتهم. بينما الآن هذه الدول اللي يسمونها متطورة تصنع من الأسلحة ماذا؟ ما لا تتحمل حتى الجبال، ليس البشر في حسب. فهذا من محاسن الإسلام. فالبعض غلط فظن أنه إيش؟ يقول لا ليس في الإسلام هذا المبدأ، هذا العكس، هذا شرعي والله ذكره في القرآن. لكن هناك من ليس أصلا بمملوك يسرق سرقة، وهذا ما فعله يعني قبل قرون، قبل 3-4 قرون، هذا الذي فعل في أمريكا، كانوا يأتون إلى أفريقيا ويسرقون الناس سرقة، ما هو قتال والجهاد، يصيدونهم صيد يأخذون من أهاليهم، هذا الفساد. أما لو كان هناك جهاد شرعي وقتلنا الرجال ماذا نفعل بالنساء والذراري؟ نقتلهم، أيهم أحسن؟ تتملكهم وتحسن إليهم وتقرب إلى الله بالإحسان إليهم وتعتقهم، وكل ما جاءت مناسبة اعتقت، وكل ما صارت كفارة اعتقت، ولو اعتقت من غير مناسبة فهذا قربة. بل ومن مصارف الزكاة إيش؟ في الرقاب. هذا هو الإسلام. يعني هؤلاء بعض الناس للأسف من المثقفين المسلمين، عندهم ثقافة لكن ليس عندهم علم، تجد يتحرج من الغرب ومن الكفار، هذا ما يجوز. كما يتحرجون في مسألة إيش؟ التعدد من محاسن الإسلام. كان انظر إليهم هم الكفار يفعلون الأفاعيل،
الآن في العصر نحن فيه الآن في أمريكا في أوروبا قليل من الناس من يولد ولادة شرعية، سكارة وسهرة ويحملون بالحرام، سفاح، أجيال الآن قادمة كلها سفاح. واحد من إخواننا قال عندي من الأولاد، قال هل ولد فقط؟ قال له عندي سبعة غير شرعيين، سبعة وشخص واحد، قال من ست نساء، قال لا قبل لا أسلم. مع ذاك ما يستحون من هذه المبادئ، ينجبون أولاد من غير زواج، عادي عادي كلهم إلا ما قل لو ندر لي كلف نفسه يروح يتزوج ورسمي، والباقي قال بلا محاكم بلا مشاكل بلا طلاق بلا باش، شو العمل؟ نعيش مع بعض حتى لو ننجب أولاد، اتفقنا ما اتفقنا مع السلامة، وينجبون أولاد من غير زواج، ومع ذاك ما أحد يعيب عليهم، وكل يوم يغير، وكل يوم حتى أن المرأة لا تعرف ممن حملت، ممكن يعاشرها بالحرام أكثر من رجل، وما يستحون من هالمبادئ. ويأتي من المسلمين من يقول لا أخي لا يدرون الغرب أن عندنا تعدد، لا يدرون الغرب، وش الغرب؟ الغرب خلي يفكون أنفسهم، تفكك عندهم والله عجيب غريب. تقول كيف هذه الدولة قائمة؟ لا تكاد تجد أسرة إلا وعندها مشاكل كثيرة وكثيرة جدا بسبب إيش؟ هذه المبادئ.